ها يا جماعة، حازم رسمي أجن من البوث بتاع كونكريت. معايا تو جيستس مش بس واحد، بودي عبد الرحمن وسارة، أصحاب البورد جيم اللي نزل مصر كسرها اسمه أولى ميم. هل البيزنس موديل بتاعك كمان فلكسبل زي ما شخصيتك فلكسبل؟ I think so yes. يعني احنا we're shaping it as we go. We're pretty flexible. When do we need to stop؟ خلاص ما ينفعش أكمل ريسك عشان كده هتقلب هقع بره. I think once you have responsibilities يعني once you have solid big responsibilities عيلة وعيال وكده and خلاص انت you have to provide for them. طيب انت معروف عنك بقى انك انت بتعرف تعمل friends وبتعرف تعمل business partners كمان as good as you are في الfriends. بص yes I do بس مش هتلاقيني social butterfly اللي بيروح يتعرف على كل الناس. هتلاقي كده عندي a close circle of friends بس once you get in that circle خلاص اللي هو ده بعتبره شخص معايا for life يعني. فوتوغراف كده على الكارد. يلا سارة مديني عدا بعد اذنك اولو. ثانك يو. يلا بودي بس يو انسايد. يس بس يو انسايد. باي باي.